محفظة من الأغراض يلي بيستعملوها كل الناس تقريبا لحفظ المصاري والأوراق المهمة مثل البطاقات الشخصية credit cards وبطاقة الهوية. بعصر النهضة انتشرت صناعة المحافظ بسبب إدخال العملة الورقية بالغرب سنة 1690، وقبل العملة الورقية كان في محافظ للعملة الحجرية مصنوعة من جلد البقر والأحصنة. كانت المحفظة تسمى بوجت، المشتقة من بادجت. بالقرن 19 تطورت المحفظة لتصير تحتوي على اللحم المجفف، الأكل، الجواهر وأشياء ما لازم حدا يشوفها، بالإضافة أكيد للمصاري. بوقتها كان يعتبر الشخص يلي بيربط محفظته بزناره نص متحضر، والشخص يلي بيحطها بجيبته مش متحضر ومختلف. المحفظة بشكل الحالي ظهرت سنة 1950 مع ظهور الكريدت كاردز. مين قال إنه الديجيتال وولت من أحدث الاختراعات، وهي عبارة عن تطبيق إلكتروني بينظم الحركات المالية وبيحتوي على بيانات الشخص ومشفرة بكلمة سر؟ أنا قال، بشوفكم بكرة.